الإسماعيلية ممكن تنقذ مصر من أزمة نقص البن وارتفاع أسعاره. لو عايز تعرف إزاي وهل فعلاً هيختفي البن من عندنا، كمل معنا الفيديو للآخر. مع انتشار الأخبار عن نقص مخزون البن في مصر، حس كتير من المصريين بالرعب من إنهم يصحوا في يوم ما يلاقوش مزاجهم في كوباية القهوة. وبمناسبة الحوار ده، قلنا نديك فكرة عن السبب الرئيسي لنقص البن في مصر، وليه ممكن محافظة الإسماعيلية بالذات تنقذنا من اختفاء القهوة. مبدئياً كده، نقص البن مش في مصر بس، ده في العالم كله. العالم كله بيعاني من ارتفاع في أسعار جميع أنواع البن، ونقصه بشكل ملحوظ عالمياً، وبتزيد الأزمة في الدول اللي بتستورد 100% من استهلاكها من البن، زي مصر كده. وعشان تعرف أهمية البن كسلعة استراتيجية عالمية، أحب أقولك إن القهوة هي تاني أكبر سلعة تجارية في العالم بعد البترول، وده مش بس عشان تقديمه كمشروب يحافظ على مزاجنا، لأ، ده كمان بيدخل في تصنيع المشروبات الغازية وعدد كبير من المستحضرات الطبية والصيدلانية وأدوات التجميل. أما بالنسبة للبن كمشروب، فالعالم بيستهلك 400 مليون فنجان قهوة سنوياً بقيمة 500 مليار دولار، ومصر لوحدها بتستورد بن بأكتر من 100 مليون دولار سنوياً. طب هو ليه البن ناقص فجأة كده؟ الأسباب الفرعية كتير، منها اضطراب سلاسل التوريد العالمية بسبب فيروس كورونا، وبعد كده جت الحرب الروسية وزودت الطين بلة، ده غير قرار فيتنام بغلق تصدير البن بتاعها للخارج، وده أثر على سوق البن العالمي جدا، لأن فيتنام من أكبر دول العالم في إنتاج البن. بس في سبب تاني جوهري خلى العالم كله بيعاني من أزمة بن وارتفاع في أسعاره بشكل سريع، والسبب هو تغير المناخ. أيوة، زي ما بقولك كده، الظواهر اللي سببها التغير المناخي من جفاف قاسي وبرد شديد أثر على محاصيل كتير جدا، والبن بالذات كان زيادة شوي، ده لأنه محصول حساس وبيتزرع في مناطق استوائية زي البرازيل وإثيوبيا وفيتنام، ودي مناطق اتأثرت جدا بالتغير المناخي. في الموضوع ده قال رئيس شعبة البن بغرفة القاهرة التجارية حسن فوزي إن البن بيحتاج لدرجة حرارة مرتفعة ورطوبة عالية، بس الصقيع اللي حصل في البرازيل أواخر الشتاء اللي فات أتلف أكتر من 25% من المحصول، وبالتالي قل المعروض من السلعة دي عالميا وارتفعت أسعارها جدا، لأن البرازيل هي أكبر دولة منتجة ومصدرة للبن في العالم. طب هل مفيش حلول تانية نوفر بيها البن وهنفضل تحت رحمة الإنتاج العالمي كده على طول؟ والله في متخصصين طرحوا حلول كويسة جدا وخارج الصندوق لإنتاج البن في مصر، زي الدكتور حمدي عرفة أستاذ الإدارة الحكومية والمحلية، اللي أكد أن محافظة الإسماعيلية ممكن تكون أرض مناسبة جدا لزراعة البن المحلي. ووضح الدكتور حمدي عرفة أن زراعة البن بتحتاج ضوء غير مباشر، وده ممكن يتوفر من خلال زراعته جنب شجر المانجا في الإسماعيلية، خاصة أن شجر المانجا بيوصل طوله لتسعة متر، أما طول شجر البن فهو بيوصل لمترين أو ثلاثة بالكتير. وقال كمان إن زراعة البن بتحتاج لأراضي حمضية وتربة عميقة بتحتوي على صرف زراعي متميز، ده غير حاجتها لتشبع رطوبي وشتاء غير بارد، يعني ممكن مصر جدا تستورد شتلات من الخارج وتزرعها في الإسماعيلية. وأكد إن الفكرة دي مش بس هتقلل من أزمة نقص البن في مصر، ده كمان هتوفر فرص عمل كتير وهتوفر عملة صعبة بالمليارات الدولة بتستخدمها عشان تستورد البن من بره. طب لغاية ما نزرع البن عندنا، هل مش هنلاقي بقى احنا قهوة نشربها في مصر؟ طبعاً في شوية حلول مؤقتة الدولة أكيد هتعمل بيها عشان تقلل الأزمة شوية، منها تسريع خروج كمية البن المستوردة من المواني، وتدبير عملة صعبة لاستيراد البن بسرعة، وعمل تسهيلات للمستوردين في المجال ده. كل الحلول دي مهمة وهتفيد في تقليل أزمة نقص القهوة وإتاحتها لكام شهر قدام، بس التدابير دي مش هتقضي على المشكلة نهائياً، لأن زي ما قلنا الأزمة في الأساس عالمية وجوه الدول المنتجة للبن نفسها، وهي مش أزمة مؤقتة للأسف، خصوصاً لو عرفنا أن الأبحاث العلمية بتقول أن 50% من الدول المنتجة للبن مش هتقدر تنتجه خلال السنين اللي جاية بسبب تغير المناخ، وهي دي قصة البن يا سيدي. وبعد ما عرفت اللي فيها، ياريت بقى تستمتع بفنجان القهوة اللي في إيدك وتدعي أن ربنا يديمها نعمة عليك، وما تنساش تمنشن صاحبك مدمن القهوة وتعرفه الحدوتة.